بسم الله الرحمن الرحيم، ما زلنا معاكم جون 2012 بيبر 3 فاريانت 1، والسؤال العاشر بي، تكملة السؤال العاشر اي بتاع فليمنجز ليفت هاند رول. تمام، تعالوا نكمل مع بعض. بيقولي the wire PQ in figure 10 واحد is replaced by a narrow beam of beta particles. بصوا يا اولاد، traveling from left right، يعني في نفس الاتجاه. تمام، بصوا يا اولاد بس عشان نبقى واضحين مع بعض، فليمنجز ليفت هاند رول دي، فليمنجز ليفت هاند رول، قبل ما نكمل قريت السؤال، فليمنجز ليفت هاند رول دي بتنطبق على حاجتين: الكرنت اللي في السلك، كرنت ان واير، وحاجه تانيه البوزيتيف تشارجز. البوزيتيف ايه؟ تشارجز. عكسها تماما النيجاتيف تشارجز زي البيتا، والبوزيتيف تشارجز زي الالفا. تمام، يبقى فليمنجز ليفت هاند رول تنطبق على كرنت ماشي في سلك، او تشارجز بوزيتيف ماشيه في الهواء، الفا، بروتونز. تمام، انما لا تنطبق باي حال من الاحوال على النيجاتيف تشارجز، وانما بتكون عكسها. يعني لو فليمنج ليفت هاند رول هتخلي الكرنت بوشت انتو ذا بيج، يبقى لو هو بيتا هتبقى ايه؟ اوت اوف ذا بيج. لو اب يبقى بيتا هتبقى داون. تمام، اذا دايما البيتا عكس الكرنت وعكس الايه؟ وعكس الالفا. تعالوا بقى نشوف الاسئله. بيقول لي suggest a suitable detector for beta particles. المفروض حضرتك تكون مذاكر راديشن كويس وعارف ان الجايجر ميلر ديتكتور هو اشهر الديتكتورز اللي موجوده. تمام، بص على المارك سكيم، قال لك ايه؟ جايجر كاونتر او جايجر تيوب او سكيلر ريت ميتر، فوتوغرافيك بليتس، سنتيليشن كاونتر، كلاود تشامبر، ليومن سنت اور فوسفور سنت بليت. كل دي ديتكتورز، احنا اشهرهم عندي اللي هو الجايجر ديتكتور او الجايجر تيوب او الجايجر ميلر ديتكتور. طب state the direction of the force on beta particle. انا هنا مش محتاج ولا فليمنج ولا غيره. حضرتك قلت ان الفورس على بي كيو انتو ذا بيبر، بي كيو اللي هو ده. تمام، الواير، واحنا لسه قايلين حالا ان البيتا عكس الكرنت وعكس الالفا، يبقى بس ده اوت اوف ذا بيبر، اوت اوف ذا بلين اوف بيبر. يبقى مش محتاجه فليمنج ولا غيره، خلاص انت قلت ان الكرنت انتو، بس يبقى البيتا اوت اوف. طيب ديسكرايب ذا باث اوف بيتا بارتيكلز ان ذا سبيس بتوين ذا بولز. اي تشارج يا اولاد هتخش في الكتريك فيلد، هتخش في ماجنتيك فيلد، لازم هتمشي في كيرفد باث، لازم هتمشي في مسار كيرفد. معايا ولا مش معايا؟ تمام. State what happens to the air molecules along the path of the beta particles. سواء الالفا سواء البيتا لما بيمشوا في الاير بيعملوا، اتفقنا قبل كده، بيعملوا حاجه اسمها ايونايزيشن، بيخبطوا فيهم او بيعملوا انتر اكشن بشكل ما، فبيطيروا منهم الكترونز، فهنقول بكل بساطه ايونايزيشن. سؤال مباشر، يمكن ما فيهوش فكره غير السؤال دبل اي. تعالوا نشوف المارك سكيم قايل ايه من بدايه دبل اي. out of the plane of the paper، ده اللي احنا قلناه ان البيتا عكس الكرنت وعكس الالفا، والباث هيكون كيرف او سيركلر او ارك، و اي في هنقول ايه؟ هنقول ايونايزد. دي كانت اجابه السؤال العاشر بي، جون 2012 بيبر 3 فاريانت 1.